وأين نحن؟ أين نحن مما ندعو الناس إليه؟ أين نحن من دعوتنا؟ نقول نحن أهل السنة، أين نحن من السنة في أخلاقنا؟ أين نحن من السنة في معاملاتنا؟ أين نحن من السنة في عقائدنا؟ أين نحن من السنة في دعوتنا؟ أين نحن من السنة في نصرة أوليائها وأربابها؟ يعيش العالم وحيدا فريدا شريدا، لا أنيس ولا جليس ولا نصير ولا ظهير، ويحيا حياة يعاني فيها ما يعاني من قلة الجهد وعدم العون وعدم وجود الظهير والنصير، وحين يموت تخرج الأمة جمعاء يندبونه ويرثونه ويتأسفون عليه ويذكرون مناقبه وينشرون مصنفاته. أين أنتم من هذا كله في حياته؟ هل حصلتم علمه؟ هل بثثتم جهده؟ هل نصرتم دعوته؟ هل قمتم على أمره وشأنه؟ أم أن الأمر إنما هو الرثاء والعزاء الذي لا يكلف الإنسان شيئا؟ يقول القائل: إنا لله وإنا إليه راجعون. في مصابنا، في شيخنا وعالمنا ونحريرنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا واخلفنا خيرا منها. الأمر يسير، ولكن هل هذا يرفع التبعة؟ هل هذا يعفي من المسؤولية؟ عن أسلم أبي عمران رضي الله عنه قال: لما غزونا القسطنطينية قام رجل من المهاجرين فاخترق صفوف الروم وقال: لألقين الله اليوم شهيدا، حتى غاب في صفوفهم، فقال الناس: لقد ألقى الرجل بنفسه إلى التهلكة، والله رب العالمين يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفشت المقولة في جيش المسلمين، فوقف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خطيبا وواعظا وداعيا وقال: أيها الناس، إن هذه المقالة نزلت فينا، لقد كنا أصحاب زرع وضرع، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا زرعنا وضرعنا لنسائنا وغلماننا، وشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، حتى فتح الله رب العالمين لنبيه مكة، زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة، فقال بعضنا لبعض: لو أن عدنا إلى زرعنا وضرعنا وأقمنا ما فسد من أموالنا، وقد فتح الله لنبيه وعلى نبيه مكة، فأنزل الله رب العالمين قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فسمى الله رب العالمين ما كنا بصدده من إصلاح في الأموال والأولاد وبقاء في الضيعات، سماه الله رب العالمين هلكة. فيا طلاب العلم، إن الله رب العالمين قد أخذ عليكم العهد والميثاق أن تنصروا هذا الدين، ونصر هذا الدين بنصر علمائه ودعاته، نصر هذا الدين بالوقوف مع أرباب أهله وأصحابه. وأما ما نراه اليوم في دنيا الله تبارك وتعالى من تشرذم وتخاذل وتخالف، فهذا تضييع لهذا الدين، هذا خذلان لهذا الدين.